السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذه حلقة جديدة معكم أخوكم من قناة أوساكو برو جيمر, and I am here in this video لنقوم بعمل رياكتينج أو مراجعة للعبة Outlast 2. كشفت اليوم استديوهات التطوير من ريد وارلس عن بعض تفاصيل الجزء الثاني من لعبة الرعب النفسي Outlast 2, وذلك خلال بث مباشر قام به كل من فايلت مارون وجي تي بيتي المؤسس مساعد للاستوديو والكاتب. إذن حيث تم الكشف بأن اللعبة تصدم شخصيات جديدة وأماكن جديدة, حيث تدور أحداث القصة حول شخصيات مصور ينطلق في مهمة لاستكشاف أسباب الموت ومعرفة من أين أتى هؤلاء الأشخاص. ومن أجل ذلك الهدف يقوم بركوب هليكوبتر والذهاب إلى منطقة أريزونا, ولكن تتحطم به الهليكوبتر بالطريق ليجد نفسه في قرية بعيدا عن زوجته وسط أناس يعتقدون بأن نهاية العالم قد حان أوانه. وقد كشف بأنهم استمعوا إلى ملاحظات اللاعبين على الجزء الأول وقاموا باستدراك أخطائهم في هذا الجزء, ومن بينهم قيام بإعادة تطوير الذكاء الاصطناعي باللعبة من الصفر ليصبح أكثر تعقيدا. ولأن أجهزة الواقع الافتراضي بدأت تفرض نفسها هذا العام, تحدث ميرون عن هذا الأمر خصوصا نظرات Outlast 2 تلقيه أسئلة عن إمكانية أن, وقد أجاب لكون اللعبة الرعب تعتبر واحدة من أكثر الألعاب ملائمة لتكون النظارات, فأجاب بالقول أنهم يبحثون في إمكانية العمل على مشروع لهذه النظارات, ولكن ذكر بأن حجم الفريق الصغير فهو مكون من 18 مطور بلاي ستيشن فيريال و HTC فيفر و أوكلوكس ريفت. قد يكون هناك مشروع لنظارات الواقع الافتراضي Outlast 2 فقط ليسمح لهم بالعمل على مشروعين بنفس الوقت, ولذلك بعد الانتهاء من إف المقبل لأجهزة إكس بوكس وبلاي ستيشن 4. وهذا كل ما وجدت. إذن شكرا على المشاهدة, إذا أعجبكم الفيديو ضعت لايك سبسكرايب عند الشانل.